بخاف اني اموت في الحرب عشان بكون مفتقد عيلتي. مع هذا الصوت بنحس انه الموت في الطريق. نفسنا نصير زي الاولاد اللي برا، لا بصير حرب ولا بعيشوش اي اشي، بعيشوا طفولتهم وحريتهم. وحشنا فوق. ليش طيب بتوع الجنة؟ برتاح فوق، برتاح بلعب بزهقش. انا بخاف من صوت القصف وصوت الاحزمه الناريه، وخايفه مثلا اصحى ما الاقيش اهلي زي معظم يعني اطفال. نفسي تخلص الحرب ونرجع على الدار ونلعب. نفسي تحرر كل بلادنا ونرجع على بيوتنا ويصير عندنا الميه والاكل والشرب. انا مفيش اشي. رسالتي يا العالم انه انتوا ليش خذلتونا.